الحلقة 34 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة الفجر. ما الموضوعات الرئيسية لسورة الفجر؟ موضوعين: إصلاح القلب وإصلاح عبوديته بعبادة الخوف عن طريق 5 مشاهد. الموضوع الثاني: إصلاح القلب وعبوديته بعبادة الحب والرجاء عن طريق مشهد النعيم. طيب، إيه 5 مشاهد بتاع الخوف؟ 1، قسم بما يغفر الذنوب، ب5 أشياء بتغفر الذنوب على الانتقام من الذين يعصونه مهما كان. بعد كده قصص المنتقم منهم رغم قوتهم جسديا وماليا وعديا. 3، سبب انتقام الله من العصاة، سبب انتقام الله من العصاة. 4، مشهد الحساب. 5، مشهد العذاب. القسم الأول: إصلاح القلوب بعبادة الخوف. أول مشهد: قسم على الانتقام من الذين يعصونه. يقسم الله تعالى ب5 أشياء يغفر بها الذنوب على أنه سوف ينتقم من الذين يعصونه. طب إيه الحاجات الخمسة اللي ربنا أقسم بهم وبيغفر الذنوب؟ والفجر اللي هو صلاة الفجر، وليالي العشر، 10 أيام ذي الحجة، العمل الصالح فيهم أحسن من الجهاد في سبيل الله، والشفع كل صلاة زوجية، والوتر كل صلاة فردية، والصلوات إلى الصلوات المكفرات لما بينهم، والليل إذا يسر وقت السحر. 5 حاجات دول ربنا بيقسم بيهم على أنه سيعذب من عصاه مهما كانت قوته. وبعد كده طب ايه الدليل ان ده جواب القسم؟ اللي بعديه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. طيب، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل فيما اقسمت به من الامور مقنع لصاحب عقل فيمتنع عن المعاصي؟ طب لماذا سمي العقل حجرا؟ لانه يحجر صاحبه عن المعاصي. طيب، بعد كده نتكلم على المشهد التاني بتاع الخوف غير القسم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ماذا فعل الله بعاد؟ أرسل عليهم ريح صرصر عاتية تحمل الرجل منهم، وكانوا ذوي أجساد ضخمة جدا، فتحمله إلى أعلى ثم تلقيه فينكسر رأسه 7 ليالي كاملة، فترى القوم فيها صرعى فتقتله كأنهم أعجاز نخل خاوية، وبعدين تدخل إلى جوفه فتخرج كل ما في بطنه من أمعاء ومصارين، فتجد الرجل ملقى كأنه نخلة قد خوت بداخلها. عادية قبيلة لها لقب، اللقب بتاعها لقب إرم، يبقى إرم وعاد الاتنين دول مع بعض. إرم ذات العماد، يعني إرم قبيلة إرم اللي عندهم عماد. يعني عماد كان عندهم أجساد كبيرة جدا، وبالتالي بيوتهم كانت كبيرة، وكانت سلاحهم اللي بيحاربوا بيه كبير. ذات العماد يعني ذات الأبنية الطويلة وذات الأجسام الطويلة وذات الأسلحة الطويلة التي لم يخلق مثلها، التي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد. طب ايه الدليل ان القبيلة دي لم يخلق مثلها في البلاد؟ قال الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. دول أول حاجة قوم عاد اللي هو اللقب بتاعهم إرم، اللي هي ما ذات العماد اللي هم طوال في الجسد والمباني والسلاح. طيب، إيه اللي حصل؟ لم يحميهم قوتهم وعزاء بيوتهم وأسلحتهم من بطش الله تعالى. طيب، تاني قبيلة كانت تستقوي بأموالها، وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي. كانت ثمود عندها أموال كبيرة جدا وتقدم عالي جدا، فما يكون يبني بيت ما يبنهوش بالطوب، لا، يدخل على الجبل، جابوا الصخرة يقطع الصخر بتاع الجبل ويعمل بيته في قلب الجبل من كتر الأموال ومن كتر العبيد ومن كتر التقدم.
كما قال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وقال: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. طيب، هل أغنى عنهم أموالهم وبيوتهم ولا ربنا انتقم منهم؟ انتقم منهم لأنهم عصوا. من عصى الله تعالى أهلك حتى ولم يغني عنه ماله. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ده عصى ربنا فربنا انتقم منه رغم أنه كان عنده أوتاد. إيه الأوتاد؟ عنده جنود شد ملكه وبنى أهرامات بتدل على مدى ظلمه وقسوته، وعنده أوتاد يعني جبال، حبال كان يودد الناس عليها فيعذبهم، وعند وخشب كان أو حديد بيتحط عليها الناس كوتد ويعذبهم. والأوتاد يعني ملاعب بيلعب تحتها، مظال وملاعب بيلعب تحتها. يبقى زي الأوتاد زي الجنود، الأهرامات، الخشب اللي بيوتد عليه الناس، وملاعب ومظال. ومع ذلك مع أنه زي الأوتاد الأربعة دول إلا أنه ربنا انتقم منه ولم تغني عنه من الله شيئا. طب ليه الأهرامات تسمى أوتاد؟ أول حاجة لأن قطعوا الصخور الكبيرة جدا بطريقة تعجز عنها البشرية لحد النهاردة. تاني حاجة، من مواطن بعيدة من أسوان وبنوها في الجيزة عشان يزل الشعب بتاعه. تالت حاجة، صنعوها مثل الأوتاد في منظرها، طرفه الأعلى إذا ألقمه إذا القمة شبه الوتد مدببة بالنسبة لضخامتها، فهي بشكل مثلث قاعدته إلى أسفل. طيب، الذين طغوا في البلاد، عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد ففعلوا المعاصي وكفروا فأكثروا فيها الفساد. يبقى طغيانهم كان بإكثار المعاصي. طب إن أما عملوا المعاصي والفساد إيه اللي حصل؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب. ربنا صب عليهم مش عذاب واحد، ده صوت يعني خليط من أنواع العذاب المختلفة. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك بالمرصاد يرصد ويعاقب كل من عصى الله تعالى. فتتهديد لكل عاصي إن ربنا يرصده. طب ما سبب عقوبة الناس؟ ما سبب عقوبة الله تعالى للناس؟ سبب عقوبة الله تعالى للناس إن العقيدة الفاسدة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأنا على معاصي، فيزداد في معصيته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا وأزلني بالفقر، يبقى أنا كده مكتوب عليا الإهانة، خلاص نزود بقى معاصي براحتنا، كده كده احنا في النار. كلا، ليس الأمر كما زعم. والعقيدة الصحيحة إن الأمرين اختبار، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويمنع عن الاثنين الاختبارا. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والناجح إن كان غنيا يشكر الله على ذلك مش يزداد في المعاصي، وإن كان فقيرا فإنه يصبر ليظهر بمظهر العفاف ويتخلق بخلق الصبر. ويعطي العاصي استدراجا: أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كلا بل لا تكرمون اليتيم. بل يعني لا ينجح العصاة في هذا الامتحان. ليه؟ لأنهم لم يكرموا اليتيم بأنفسهم، ولا تحضون على طعام المسكين، ولا يأمرون غيرهم بالإحسان إلى اليتيم والفقراء. لا هو دفع ولا سب غيره يدفع ولا حط غيره، فضاعت الزكاة. وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون الميراث، التراث يعني الميراث، أكلا لما يعني أكلا شديدا. وتحبون المال حبا جما، وحبكم للمال حب شديد يفوق حبكم لعبادة الله تعالى. ده سبب هلاك الناس، العقيدة الفاسدة والبخل بالمال، هم ده اللي بيخلي ربنا ينتقم من الناس. طيب، مشهد بقى الحساب. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا،
أي أصبحت لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه والملك، يعني الملائكة، الملك ده اسم جنس يعني، صفا وراء صف يحيطون بالناس لحسابهم، وجيء يومئذ بجهنم، الناس هم واقفين هيلاقوا جهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك عم جاية بتبص عليهم وتبحلق فيهم، كقوله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر الإنسان المعاصي اللي عملها ولا ينفع هذا التذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول بقى ساعتها يا ليتني قدمت لحياتي، فالحياة الحقيقية هي الحياة دي مش حياة الدنيا. يوم قال تعالى يوم عض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مشهد العذاب بقى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ففي هذا اليوم لا أحد يعذب في الدنيا كعذاب الله للكافر، ولا أحد يقيد بالرباط في الدنيا كتقييد الله للكافر، وهذا لشدة عذابه. الكافر ده بيشمل العاصي كمان، مفيش حد بيعذب زي ربنا ولا حد بيوثق زي ربنا.